كما كان نقول دائما، وعلى القول أن يكون صديقا صادر من القلب. الرسالة اليوم موجهة لخويا جيروم، مع كامل الاحترام ليك، كامل الاحترام وبادرة طيبة لاستضافة هذا الإنسان وهذيك الإنسانة وهذيك الإنسانة، بادرة طيبة باش تبلغ أصوات عبر قناة متواضعة، فهذه تحسب لك. ولكن ما يحسب عليك يا أخي أخلاقيات الفيديو. أنا كندوز واحد الإنسان، وأنا كناكل وكنشرب، تخربيقة يا صاحبي تخربيقة. يعني ما جاتك الماكلة حتى ديك الوقيتة كاع، واصبر غير ديك 10 دقائق ربع ساعة ولا ثلث ساعة، وكول وشرب وتفرقع كاع، شيء مقزز. انا بعدا اتصور بحال انت غير كتهضر مع واحد الانسان وهو ما كيشوفش فيك، ولا كيسلم عليك وهو مدور وجهه كيشوف واحد اخر، راه شيء غير طبيعي هاد القضية. باش العبرة انك تعبر واحد الانسان هي كتشوف فيه وجه لوجه، راس مع راس. انت كتهضر، انا كناكل وكندور هنا وكنقلب هنا وكنشرب هنا. مع كامل الاحترام اخويا، خدها كما بغيتي تاخدها، انا قلتها لك من القلب. الا تقلقتي عليا مرحبا اهلا وسهلا، ولكن راه في غير التصرف في غير محله، ان احنا ماشي في شيء مقرف مقرف. شوف راسك انت داك الفيديو، شوف راسك انت، غيضرك انت، غدر راسك براسك. كتحرك هنا وتمشي هنا، وهز فرشيطة ومسح فمي ورجع ويا صاحبي يا صاحبي، ماشي مشكل. إذا حنا كنحترموا مشاعر الناس وأذواق الناس واعتقادات الناس، في حدود أنهم ما يتعداوش هادي، حيت غادي يقول لك انت تسب وتربيب وضيع، لانهم هما دخلوا الدين، ركع عليا البلاد ديالي، فسي نورمال خصني نتحارب مع هذاك. راه سلاح هذاك الدين، واش الدين ماشي سلاح؟ وما كتعتبروش سلاح؟ الا ما كتعتبروش سلاح، علاش عندكم 65,000 جامع وعندكم 5 الجامعات؟ قولوا لي 5 مع 65,000، 60,000 ولا انا ما عارف، ما عندنا غرض بين الجامع وجامع جامع. فهذاك الشيء علاش كنطرق انا شخصيا، باش ما نبقاش نهضر بصفه الجمع، وانا كنتكلم على راسي. بعض المرات كنمشي في الاحلام ديالي بحال كنتكلموا بصوت واعي موحد ديال الناس العلمانيين، الشرفاء الطيبين المدافعين على ارض، هذا في هذه الحدود. كل ما خرج على هذا السياق هذا انا غير مسؤول عليه، وما كنقولش نحن مع نحن ديالهم هم، غير مع الناس اللي كتدافع بدون أطماع، بدون أطماع، بدون طموحات شخصية. إذا كانت طموحات جماعية أهلا مرحبا وسهلا، إذا كانت غير عندك أنت، أو لأنك متضرر شخصي بينما كنت تعيش في البركة المائية العكرة ديال العلوية، وضاع حقك معاهم، وبغيتي دابا تجي لعندي انا باش تصور حقك عاوتاني معانا هنا. ف اوكي، المسائل معروفه الخوت، الناس خرجوا للواجهه ماشي حيت ضاع عليه حقه ولا لا، هو مرتاح وكيهضر على جهه كضروا الوطن ديالو والابناء اللي عايشين في الوطن. واحد الانسان كان مغمس يده في المرقه، حرقاته المرقه، ما قدرش يغمس معاهم وغيولي معايا. لا لا
يعني so einfach ist das nicht. الأمور ماشي سهلة بهذه الطريقة هذه. أكدت هنا وقلبت هنا، عيساوي عندنا ولا شنو؟ وخصوصا هاد الناس اللي متواجدين هنا في أوروبا وكيعتقدوا بأن راه ديك العقلية ديال ليه خرج من هاد الحزب وخليه، احنا ماشي أحزاب، احنا تفكير، تفكير حر. المرصى والمبتغى ديالو هي الحرية. إلا كنتي انت كتقاوم الحرية في يوم من الأيام وتغمسات يدك في العبودية، وكتصحابنا غتطلع وغتولي معنا تنادي بالحرية، وراكم باينين التنصير، راكم باينين أصحاب المرقة. كما قلت لكم الخوت، انا استثني الدين في الاعتداءات، انا اعتدي على الدين لانه ستان بومباردمون، يعني يومي دقائقي ساعاتي في المغرب، وهو غدا غادي يخطب عليكم بنفس القضيه، غيبداها بالدين ويساليها بالدين. فإن هو ملي كيستعمل الدين داكشي علاش كنطاكي انا الدين. اما انا ما شغليش في دين امك، دخل في حيط، دخل جهنم ولا دخل الخرا، كتدخلوا كلكم راه كيعيش عايشين في الخرا وكتسناكم خريا اخرى عظمى. فسالي حنا هاد الهضره هادي ديال باغي تنورني وباغي تدي الحسنات ترشدني، واش غترشد فيا يا الخرا؟ رشد اختك اللي كتخرج تقلب ليك على باش تجلس انت في قهوه، هذا هو الرشد. خرج انت عري، خرج للمظاهرات، خرج قتل وما عرف شنو دير كاع انت. ماشي كنقول لك قتل الناس اللي كيقتلوك، ما عندكمش الجرأة. لحد الساعه ما سمعنا واحد تجرع على واحد الانسان كياكل لي رزقي، كتخرجوا السيوف وهادشي هذا، وتمشيو تصليو من بعد في الجامع. المهم كنا قلنا بان غدا، وانا ما عارفش، انا غير متيقن من ديك القضيه بان صوت الشعب غرفه مسدوده وما عنديش مفاتيح ما نقدرش نفتحها. فالى الى الى تخليت على الميعاد فراه ماشي، ما تحسبوهاش عليا انا، ما نقدرش نحل الروم. واليوم دخلت للروم ما عرفتش شحال من مره، ولكن مسدوده، ما كاين حتى حد، ما كاينش معاه متهضر. وتنظن ان هذا العطب اللي وقع وقيل على هذا الاستفتاء اللي قال حميد، فالروم تقلبات، ما بقى يجي حد، ما نعرف. انا غير هذه غير كنقولها، ان بعض الظن اثم. ما هو المهم بعد الظن إتما، وبعد فإلا كانت الأمور غادية كما كنا قلنا قبل، وقلنا ثلاث أيام هذه ولا، فراه الموعد ديالنا غيكون غدا مع السبعة، يعني ستة جي إم تي، توقيت ديال غرينويتش، والتوقيت ديال أوروبا هو السبعة العشية. ما عرفش، لان من نهار داك النهار اللي قلتها ولات الروم ما كتعالج كاع، ما عرفتش اخوتي شنو وقع. المهم انا غير بلغتكم، كانت نقطة عندي هنا راه قلتها، السياسة والدين. غنبقى نهاجم الدين، ما حد الدين، مو هذاك الدين داخل ليا في العظام ديالي، داخل في السياسة، هو داخل في السياسة. يلا الا كانت غير واش هذاك الجامع صلاة الجمعة ما كتقراوش على الملك، ما كدعيوش مع الملك، وهذا الدين دابا، هذا ما تضربش مع هذا. مساجد الله، انا ما عنديش مشكلة، صليو توضاو حج زكي،
ملي كتقول لي أطيعوا الله وذوي الألباب دخلتي لعندي. طيب انت والله جمالك وذوي الألباب ليش دخلتيهم ليا؟ ها؟ وتنشوف هذوك ذوي الألباب هما اللي راه مابقاش الله بقاو ذوي الألباب هما اللي كاين في الكرة الأرضية هما اللي متحكمين فيها هما اللي كيخريونا كاملين في كاع الدول العربية. أنا ما كتهمنيش الدول العربية، هذاك الحفرة فين كبرت أنا، أعطيوني اتساع نعطيكم اتساع. مساجد الله وما كاينش جامعات الله. تصور هاد الله هذا كيبني مساجد الله، مساجد بيت الله، وما تبني جامعات ومستشفيات الله، مدارس الله، خيريات الله، المساجد هي ديال الله. كلشي كيدخل تما اش كيدير؟ الانبطاح، حيت المستشفى تيخدم هذا. راه باش تبني راه جامع يعاونك كلشي، لكن المستشفى كيعاونو غير صحاب العقول، وما كاينينش في ديك البلاد، البلاد المنسية، العقول المطفية، صاب الصينية. تحياتي ما نطولش عليكم، طانكي شون، يلا قلع، على بروشين، تاع الغدا ونتلاقاو، إلى حلموا الحانوت. إلى غنتلاقاو، ما حلش ما تسالوني إلا الخير. يلا دوزو خير، دوزو خير، الخير تابعكم.